فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه متيقن من نزول نقطة أو نقطتين من البول بعد قضائه للحاجة وانتهائه من ذلك، وذلك لتهيج المثانة عنده، يقول ماذا يصنع وهل يصح وضوءه؟ إذا تأكد من خروج بول ولو يسير ينتقض وضوءه، فلا بد من إعادته لأنه انتقض بخروج البول ولو كان يسيرا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.